السلام عليكم، معكم مصطفى وريعان رئيس جمعية الوحدة لتجار ومهني سوق الجملة الخضر والفواكه بمدينة سلا. تنتواجد اليوم بالرحبة المخصصة للسوق الحولي لأضحية العيد لهذه السنة هذه اللي تتسيرها الجماعة ديال مدينة سلا، ولاحظنا بأن الأحوال شوية ما كاينينش وما كاين لا جودة ما كاين لا أحوال، يعني تقريبا ما عرفناش بحال الأجواء ديال العيد ما كايناش. المواطن كيعاني بزاف باش يقلب على الأضحية باش يفرح الوليدات ديالو، وبهذه المناسبة هذه كنبغي نشير أن الغلاء راجع لبزاف ديال العوامل. العامل الأول والأساسي هو غياب المراقبة ديال الدولة اللي سمحت لشي وحدين باستيراد واحد الكمية ديال الحوالة من الخارج، وهذا الاستيراد هذا ما كانش بواحد الشروط اللي ممكن انها تخلي الحولي يكون في المتناول ديال المواطن. الدوله لما سمحت لشي وحدين وعطاتهم الموافقه باش يجيبوا الحولي من برا، جابوا بواحد الاثمنه اللي هي شي شويه رخيصه، خداو الدعم طلقوه للشناقه ولا طلقوه لشي وحدين اخرين اللي مشاو داروا به تجاره واحده اخرى. دابا الحولي المدعم راه ما كاينش في السوق كاع بالمطلق، كاع اللي كاين هنا كاينين واحد الناس كيتاجروا في الدم ديال البشر اللي ما كتهمهمش، اللي ما عندهم لا مواطنه لا يديك اللي يخليك، ما كيهموش انك انت تعيد ولا ما تعيدش. اللي كيهمو هنا هو انه يعمر جيبو شاري حولي ب 40 غادي يقول لك 80. هذا العام راه اول سنه في تاريخ المغرب اللي كيشهد هذا النوع ديال المضاربات في السوق ديال الحولي. المضاربات راجعه لغياب الدوله وغياب الدور ديال الحكومه، الحكومه ما قيمش بالدور ديالها. لا يعقل ان المدينه ديال سلا ولا المدن المغربيه كامله هذه الاجواء اللي عايشها السلاوي عايش المغرب كامل. راه الحكومه عندها اطور ديال المراقبه ما خداميش، عندها ليجان ديال المراقبه ما خداماش، سامحه بالتسيب، سامحه بسميتو بالتلاعب بالاسعار، سامحه بسميتو بيع الاضحيه على هواك، يعني اي ثمن جاك بغيتي تقوله غادي تقوله. المواطن مسكين مقهور كيتخلص بواحد الثمن اللي هو بسيط، غادي يجي لهنا غادي يبغي يشري واحد الحولي كيلقى قدامه جزاره، ماشي ناس اللي كيبيعوا ويشري ولا ناس اللي كيرضى ب 50 درهم ولا ب 100 درهم ولا شي حاجه بحال هكاك. إيه البيع والشراء حلال، ولكن البيع والشراء راه عنده القوانين عنده الضوابط ديالو. الدولة خاصها تدخل بواحد الحزم، خاصها تكون دولة بمعنى الكلمة، ما تسمحش للتلاعبات في مجال سميتو المحروقات، ما تسمحش للتلاعبات في مجال الخضر والفواكه، ما تسمحش للتلاعبات في مجال العيد. هذا العيد هذا راه مناسبة خاص الدولة تحميها، راه حنا ما محتاجينش للدعم ديال 50 درهم، حنا محتاجين لواحد اللي غادي يوفر لنا واحد السلعة بواحد الثمن مناسب وتباع للمواطن بواحد الثمن مناسب. هذا الحولي هذا اللي عام الاول كان تيتباع ب 40 46 ولا ب 100 ب 110، اشنو هو كل هذا الحولي شنو عالف؟ راه الغالبيه العام ديال هذا الحوالي اللي داخلين هنا راه ما عالفينش. الناس اللي كيعلفوا راه خصكم تمشيو لذوك الناس اللي عندهم ضيعات كبار، اللي كينتجوا لنا السلاله، واللي كيتعاملوا مع لانوك، واللي كيوجدوا لنا واحد السلعه اللي في المستوى. اما حولي راعي في الزباله وكيجيب لنا تيقول لك العلف غالي، راه لا يعقل. واش الدوله ما كايناش؟ راه غياب ديال الدوله ولا هذا الغياب وهذا الحياد السلبي ديال الدولة راه ماشي في مصلحة المواطن. المواطن اللي ما كتحميش دولة راه ماشي مورا دولة، ما طلقناش العصابات، ما طلقناش الناس اللي ما كيهمهمش المواطن. راه هاد الناس هادو تيقولوا اللهم إن هذا منكر، عندها الناس اللي كيحميوها. راه إلا غابوا هذوك الناس راه غناكلوا بعضياتنا. راه هاد المواطن هذا اللي كيبيع ويشري راه باغي هو يدير الدار ويدير كذا ويدير هذه غير من هاد المناسبة ديال العيد. حنا كنقولوا هاد الدولة هذه رجع للنقطة ديال الاستيراد، نقولوا الدولة هذه اللي سمحت للناس الاستيراد كانت تدير معها شروط. يكون الانسان عاقل شي شوية. هذا الرجل هذا اللي غنعطيه 500 درهم مثلا في الدعم وجاب لي الحولي من ليه، راه خصني نفرض عليه أن ذاك الحولي يتباع في نقاط معينة مثلا في المساحات الكبرى، نخصوا لي واحد البلايص اللي غادي يتباع فيهم وما يتباعش خارج منهم، ويتباع للعياد ما يتباعش للشناق. دابا الحولي هو جا من رومانيا، جا من إسبانيا، جا من دول أخرين وجا لهنا وما كاينش. فين مشى؟ شراو لك وشراو الناس اللي كبار مشاو حتى يفوت العيد عادي يخرجوا يبيعوه الكيلو بواحد الاثمنه اللي ماشي هي هذيك. المواطن المهم حاليا منصوب عليه، المواطن الان ما محميش. المواطن كيشري الزيت غاليه، يشري الطحين غاليه، يشري البوطه غاليه، يشري الحولي غالي، يشري الخضره غاليه، يشري الديسير غالي. راه فين غيوصل هذا الشيء هذا؟ راه الدوله هذه راه ما خصهاش تبقى بحال هكا. حنا ما محتاجينش الدوله اللي غتبقى مورانا وتسنى الرياكسيون ديال المواطن. حنا ماشي ديال الفوضى، حنا تربينا على المواطنه، تربينا على ان واحد الحاجه
خصنا نديروها، راه خصنا نديروها. هذا المواطن هذا اللي كيجي لهنا وما كيلقاش الحولي امور عائله، وكاين الناس اللي كيتقدى جوج العائلات وثلاثه واربعه وخمسه، هذا المواطن هذا راه خصكم تراعيوا الشعور ديالو. حتى هو راه انسان، حتى هو راه محكوم بضغوط ديال العمل، ضغوط ديال قله الشغل، ضغوط ديال الانسان ما خدامش كاع وكيوفر واحد شويه وكيجي وكتطلقوا عليه النصابه، راه لا يعقل. راه كنظنش بان شتي راه ماشي لفي ديال انك تعيد ولا ما تعيدش، لفي ديال النوعيه ديال العيد اللي غتشري للدار ديالك. راه كاين اللي غادي يشري العيد اللي ما دايش 4 شهور 3 شهور 5 شهور وجابوا لك واحد وكيبيعوا لك. راه ماشي الفايده في انك تشري حوالي ب 40000 فرانك ولا 100000 فرانك ولا 200000 فرانك. العيد هو انك تعيد بكرامه، تحس بانك انت موراك دوله، موراك سلطه، موراك قانون كيحميك. هاد الاسواق هذه اللي كتخدم بهاد العشوائيه راه لا يعقل. حنا في 2024 والاسواق ما عندهاش قانون منظم ليها اللي كتمنع الشناقه وتمنع التلاعب وتمنع الضرب على بيد من حديد على الناس اللي كيجيبوا البهايم اللي فيها ديفو، البهايم اللي فيها اللي عندها شي مشكل كتجيبو كتبيعو لواحد العياد مسكين وكتقهره وكتسلب ليه فلوسه وكتمشي. حنا كنوجهوا رساله للسلطات المحليه وكنوجهوا رساله للحكومه، حكومه صاحب الجلاله نصره الله، كنقولوا لهم اما قوموا بالدور ديالكم، اما انكم انتم خصكم تحاسبوا على هذا الشيء. هذا التسيب انتم اللي درتوه. واش هاد الدوله هذه ما عندهاش وسائل المراقبه؟ الا عندها وسائل المراقبه خصها تبان، هذه هي الفرصه في المواطن خصو يتحمى. الا ما عندهاش وسائل المراقبه هذه راه ماشي دوله وماشي حكومه وما تصلح حتى شي حاجه، ولا تستحق ان تدير دوله بمستوى المغرب. المغرب كبير وخصو يبقى كبير، واي واحد غادي يدي شي حاجه ناقصه ولا زايده من السوق ولا زايده على ظهر المواطن راه ما غنسمحوش ليه، لا في البوطه لا في الزيت لا في الطحين لا في اي حاجه، في اي مجال من المجالات. خص المواطن يبقى محمي وخص الدوله تقوم بالدور ديالها. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.